بطبيعة الحال تنظيم زمن التعلم سنستثمره في التقاصيد المشاريع الموضوعاتية وفي الشبكة السنوية لتقديم المشاريع الموضوعاتية والمجالات التعلم. هذا التنظيم كما جاء في الإطار المنهجي وضعنا أسسه في تقسيطنا للمجالات التعلمية والمشاريع الموضوعات. يتم تنظيم زمن التعلم حسب الهندسة البيداغوجية المعتمدة. وبكل صراحة احنا اعتمدنا الهندسة المنهجية كما جاءت في الإطار المنهجي للتعليم الأولي مطابقة ومماثلة له، ولكن الأخذ بالكفايات والمهارات والقدرات المستهدفة والمشاريع الموضوعات المقررة ومكونات فرعية على الاحتمال. وسنرى بعد قليل هذه التقاصيد التي أخذنا في عين الاعتبار هذا التنظيم. وتأسيسا على ذلك تنظم السنة الدراسية حسب غلاف زمني وزائد إلى أسبوعين في بداية الموسم التربوي يخصصان استئناس الفضاء والإعدادات الأولية للأنشطة التعلمية. وسنرى ذلك في التقاصيد المجالات التعلمية والمشاريع الموضوعاتية. أسبوعين في نهاية الموسم التربوي يخصصان إجراءات آخر السنة. 30 أسبوع للأنشطة التعلمية موزعة بدورها حسب المشاريع الموضوعاتية ومكوناتها الفرعية. بمعنى سنقدم في كل مستوى تعليمي مشروع موضوعاتي في 10 أسابيع، 3 أسابيع للتقديم وأسبوع العاشر لتركيب أنشطة المشروع. بمعنى أننا اقترحنا 3 مشاريع موضوعاتية ب3 أسابيع، 10 أسابيع بمعنى 30 أسبوعا، ويقدم كما قلنا كل مشروع موضوعاتي في 3 أسابيع مع أسبوع للدعم لتركيب أنشطة المشروع. ننطلق لنوضح الأمر في تنظيم زمن التعلم كما جاء به الإطار المنهجي للتعليم الأول. وسنبين عند وضعنا للتخطيطات المشاريع الموضوعاتية كيفية إسقاطنا لهذا التنظيم على المجموعة التربوية مفاتيح النجاح. أخذنا مثال للمستوى التالي. المستوى التالي قدم 3 مشاريع موضوعاتي: المدرسة والاصدقاء، القرية والمدينة، عالم تكنولوجيا واتصال 10 أسابيع. تفرع عن المشروع الموضوعاتي مكونات فرعية أو مشروعات فرعية. المدرسة والاصدقاء مشروع فرعي مرافق المدرسة. مكون التالي الأدوات الدراسية. مكون الثالث أصدقاء والصديقات. قدمنا هذا المكون في 3 أسابيع. المكون التالي في 3 أسابيع. المكون الثالث في 3 أسابيع. ثم ترتيب أنشطة المشروع ودعم في أسبوعين. وهكذا بالنسبة لمشروع الموضوعات القرية والمدينة والمشروع عالم تكنولوجيا والاتصال بنفس المنهجية المعتمدة في تقديم مشروع الموضوعات الأول. الآن سننتقل لنوضح كيفية تقسيطنا لهذه المشاريع الموضوعاتية في عمل المربية التي سنشتغل به خلال السنة الدراسية كاملة. أولا هنا ندرس الشبكة السنوية لتخطيط المشاريع الموضوعاتية، وستتعرفون عليها في الحقيبة التربوية وفي الدليل المرجعي للمربي. اكتفينا هنا بالتقسيطات المشاريع الموضوعاتية فقط. لاحظوا ماذا وضعنا في هذه الشبكة السنوية لتخطيط المشاريع ومجالات التعليم مستوى 5-6. وضعنا المشروع كما جاء في الإطار المنهجي. ما اقترحه هو المدرسة والأصدقاء. هذه مشاريع الموضوعاتية. تليها
قرية ومدينة، تليها عالم تكنولوجيا واتصال كما صنعت. نعم، إذن وضعنا فوق سيدنا المشاعر المضاعفية، وضعنا المكونات الفرعية كما جاءت في الإطار المنهجي للتعليم الأولي كوثيقة مرجعية مجانية منهاج الطبيب، وضعنا المجالات التعلمية الست، استكشاف الذات والمحيط، بناء أدوات أساس التفكير، بناء أدوات تعبير اللغوي التواصل بمكوناته الفرعية أصلاً، تواصل شفاهي ما قبل القراءة والتحدث والكتابة، تطوير السلوك الحسي الحركي كمجال تعلمي، تنمية الطاقة الفنية والجمالية كمجال تعلمي، بناء القيم وقواعد العيش المشترك كمجال تعلمي. ووضعنا أيضاً كما تلاحظون أن المشروع المضاعفي حاضر بشكل أفقي في استكشاف الذات والمحيط، وحاضر ببناء الأدوات الأساس لمدرب التفكير، وحاضر بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل، وهكذا في جميع المجالات التعلمية. ووضعنا كذلك مصفوفات الأنشطة للمكونات الفرعية للمشروع المضاعفي. هذه مصفوفات الأنشطة ترجمناها إلى أنشطة داخل الكراسة سيشتغل عليه الأطفال خلال مزاولتهم للأنشطة التعلمية لكل مجال تعلمي على حدة. وسنلاحظ أن هناك تكامل عضوي ما بين هذه المجالات في تقديم المشروع الفرعي، حيث سنجد حاضرا في مادة استكشاف الذات المحيط، سنجد مرافق المدرسة واضحة في الأنشطة، سنجد بناء أدوات تنظيم التفكير أعلى وأسفل، سنجد به الأنشطة مرتبطة بمرافق المدرسة يعني لا تخرج عنها، ثم مرافق المدرسة في التعبير اللغوي يدور محاور الأنشطة في عيش مشترك أو عيش طفل للمرافق حرف المين حرف المين. هناك محطة يجب أن أشير إليها بشكل مستفيض في مجال بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل. نلاحظ أننا قدمنا كل حرف في الأسبوع، بمعنى في المشروع المدرسة الأصدقاء قدمنا 9 حروف، وفي القرية والمدينة قدمنا 9 حروف، وفي عالم تنمية الاتصال قدمنا 9 حروف، حرف ميم، حرف باء، حرف طاء، حرف تاء، حرف كاف. إذا أصبح لدينا تقديم تعبير لغوي في كل أسبوع مع جملته القرائية، مع الحرف المروج داخل الجملة القرائية، مع الشغال على مدينة التخطيط والكتابة لنفس الحرف. إذا المجموعة التربوية أصبحت بها جميع، وأكيد جميع الحروف التي ستقدم خلال بمعنى 27 حرف. بطبيعة الحال قدمنا في كراسة أساسية حرفين، ثم وضعنا كراسة على الموقع الإلكتروني وكراسة مطبوعة لتقديم الحرف الثالث في الأسبوع الثالث من كل مكون فرعي. الآن ننتقل إلى قبل ذلك نرى مشروع تقديم مشروع الثالث الفلاح والحيوانات بخصوص السنة، هذا كان مشروع فرعي. المشروع الموضوعي للقرية والمدينة، المستوصف والصيدلية، أضواء المرور وعلامات الشهر. كما تلاحظ أن ما جاء به الإطار المنهجي جسدناه من خلال المجموعة التربوية مفاتيح النجاح بأنشطته الكاملة. نعيد ونكرر أننا مجال بناء أدوات تعبير اللغوي والتواصل قدمنا جميع الحروف اللغة العربية بمعدل الحرف لكل أسبوع، لكل أسبوع نقدم تعبير لغوي وتواصل شفهي، ونقدم حرف ما قبل القراءة،
ونقدم حرف لتخطيط الكتاب. إذا 9 حروف مشروع الموضوعات الأول من أصل الأصدقاء، 9 حروف مشروع الموضوعات الثاني القرية والمدينة، 9 حروف في مشروع الموضوعات الثالث عالم التكنولوجيا و9، وبالتالي نكون قدمنا 27 حرفا كلمة تامة للغة. ما يسري على المستوى الثاني 5-6 يسري على المستوى الأول 4-5، كذلك قدمنا 27 حرفا.